السلام عليكم، كيفكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما أبدأ فيديو اليوم، لو أول مرة بتشوفوا قناتي لقمة فكرة، تابعوا القناة واعملوا لايك وفعلوا جرس التنبيه ليوصلكم إشعارات بالوصفات الجديدة أول بأول. وصفتنا لليوم مختلفة شوية. كنا عنا بواقي رز في التلاجة دايما. في فيديو اليوم هنعمل طريقة نقدر نستغل فيها بواقي الرز، سواء أبيض أو بالبهارات أو أي نوع رز عنا متبقي في التلاجة. نبدأ بالمكونات والمقادير ونشوف طريقة العمل. أنا كان عندي رز بالتلاجة، رز عملاه بلحمة مفرومة وبهارات وذرة صفرة، طبعا زاد منه شوية فاحتفظت فيهم وحبيت أعيد تدويره وأقدمه بطريقة جديدة مع شوية إضافات، هتغير الوصفة وتصير كأنه طبق جديد ملوش علاقة بالطبق اللي كنا عاملينه. البهارات اللي هنستخدمها عنا ملح، فلفل أسود، بابريكا، ثوم وبصل باودر، وشطة وزنجبيل باودر، وكمون، وعنا جبنة موزاريلا للحشوة، وعنا الرز اللي هنعمله، وعنا ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم، وملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المخروط، وعنا 5 ورقات ريحان فرمتهم ناعم. هنوه لكل صنف بالتفصيل واحنا بنشتغل. طبعا هاي الرز البايت بيحتوي على لحمة مفرومة وذرة صفرة وبهارات، هفرمه بالكيتشن ماشين. احنا ما بدنا اياه ينعم كتير، فقط شوية الحبات تتكسر. وهي شكله بعد ما طلعته من الكيتشن ماشين. الرز اللي عندي هذا رز بسمتي، ممكن بالرز المصري، اي رز بايت عندك سواء مفلفل او بالبهارات او بالكاري، اي نوع رز. هضيف البهارات للرز، هضيف الريحان المفروم، هضيف الفلفل الأحمر المخروط، وهضيف ملعقة صلصة طماطم. هخلط المكونات مع بعض وهبدأ أخذ كور وأفردها على إيدي مثل ما أنتوا شايفين، أحاول أرققها وأحط فيها بالداخل جبنة موزاريلا وألم عليها طبقة الرز وأكورها بإيدي. طبعا هيكون عندي صحن فيه مية أحط على إيدي عشان ما تلزق بإيدي. شايفين بكل سهولة بتتشكل ومش هتفك معنا خالص. أي نوع رز عندك، يعني هاي هذا في ذرة وطلع كتير كتير بشهي ومعاه لحمة مفرومة، كان كتير كتير طيب. هخلص كل الكمية وأحشيها وهنتعامل معاه مثل ما بنعمل البانيه، أول إشي بالطحين، بعدين بخليط البيض، بعدين بالبقسماط. سهل جدا وما فك مني نهائي، كتير كتير سهل التعامل معه. بجد كانت وصفة رائعة والولاد كتير انبسطوا عليها، خصوصا لما يفتحوا الكرات والجبنة بتمط، كتير كانت رائعة. بنفس الطريقة اللي انتو شايفينها لغاية ما نخلص كل كمية الكرات. طبعا هاي شبيهة بوصفة كرات الأرز الإيطالية، هم بيعملوا الرز مع اللحمة المفرومة ونفس الطريقة، بيعجنوه مع بعض وبيعملوه عجينة وبحشوه بالجبنة. فأنا كان عندي الرز مطبوخ باللحمة المفرومة وجاهز، بس عليه إضافة الذرة الصفراء فكان طعمها لذيذ وأضافت طعم هيك مميز فيها بصراحة. وهيك جهزنا الكرات عنا وما حطيتهم في التلاجة نهائي، على طول على القلي على الزيت الحار، وبوطي أول ما أحطهم بالزيت ليستووا من جوا وتسيح الجبنة. شايفين كيف
طلعوا بجننوا ولونهم رائع وما فكوش معي، والتعامل معهم كان بكل سهولة. بصراحة التعامل معهم أسهل من كرات البطاطس اللي بنحشيها جبنة أو لحمة مفرومة. هاي وصفة رائعة لاستغلال الرز البايت، وتعملي وجبة حلوة وتفرحي فيها أهل بيتك. هقلب الكرات، هنضل نقلب فيهم لياخدوا لون ذهبي من جميع الجهات. هطلعهم على ورق المطبخ ليمتص أي زيوت، وهكمل باقي الكمية. هنكمل قلب نفس الطريقة لغاية ما ياخدوا لون ذهبي من جميع الجهات. شوفوا لونهم أحلى ما أجمله، بجد كانت طعمها رائع جدا، بتمنى إنكم تجربوها. طبعا قدمتها مع بطاطس محمرة ومع الكاتشاب والمايونيز والمستردة. هزين البطاطس بالصوصات اللي عندنا، اللي هي كاتشب، مايونيز، مستردة. شكلها جميل ومغري، الأولاد عندي بحبوا كتير الأكلات هاي، والبنيهات خصوصا كتير بطلبوها، وهاي إن شاء الله الوصفة هضيفها لقائمة البنيهات. مين فينا ما بزيدش عنده رز؟ أكيد الكل عنده دايما بزيد رز في التلاجة، هيك بنستفيد منه بوصفة جديدة. لو أعجبكم فيديو اليوم تابعوا قناتي لقمة وفكرة لو أول مرة بتشوفوها، واعملوا لايك وفعلوا جرس التنبيه ليوصلكم إشعارات بالوصفات الجديدة أول بأول. أراكم في فيديو آخر قريبا إن شاء الله. دمتم بخير.